سعداء اليوم في هذا المأثر التاريخي الرمزي اللي هو قصبة أكادير وفلا، أن نحتفل كجماعة أكادير مع ساكنة ديال أكادير وديال المغرب بهذا القرار الملكي بإقراره كعطلة رسمية مؤدة عنها. أيضا المجلس مع مجلس جهات سوسماسة والمجتمع المدني نظمت مجموعة الفعاليات، والتمييز ديالها هو أنها نظمت بالفضاءات العامة أيضا في الساحات، غتكون إن شاء الله في الكورنيش في هذا الفضاء أيضا، لأن الاحتفال بإيد النير ما يمكنش يكون عنده الرمزية ديالو إلا من خلال أنه يكون مفتوح لجميع الساكنة ديال أكادير كبارا وصغارا وأطفالا. وهذا كله أسعدنا وخلانا على أننا نحسوا بالرمزية ديال هذا الاحتفال، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى على أنه أيضا هذه الاحتفالية المرتبطة أيضا بالسنة الفلاحية الأمازيغية أن تكون إن شاء الله فعل خير، في أن تكون إن شاء الله الأمطار الخير، ويعتقنا الله بالغيد في أقرب الأجل إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة حضور كان جميل في الأجواء الرائعة التي نحتفل بها بالسنة الأمازيغية 1974، وإن شاء الله كنتمنى أن تدوم بالفرحة والمسارات والإزدهار لمنطقة سوس والمغرب عامة، وكانت فرصة أيضا تذوق هذه الأكلة الأمازيغية من التقاليد المغربية الأصيلة الأمازيغية لتقولها وأمنوا. وكنتمنى الصحة والعافية والإزدهار للمنطقة ولجميع الشعوب عامة. أسبك سمعينو الجميع، أسبك سمعينو إغوداني الجميع، أرنت احتفل ربما تسنت ولا يدنت ما قال حماسنو قد يروف الله. أرنت سكرت أقول الله، أرنت سكرت أقول لك، ولا أسبك سمعينو سكرت أقول الله، أرقس نسكر يو غرمي أقانتيني، وكانت ساعتها لوقتنا العائله كلشي ترتمونا لوقتنا وانا يوفان اغرمي، يعني ادرت تكا وسكاس يفولكين يغودان ايمومان. اتمنى على خير دو فولكي اي كلشي راسنتيني ح سكاس ماينو يغودان اي كلشي ما غيدي حاضرن اي كلشي ما غيدي لان